سلامات. مش صحيح إنه الندم ألم، مش صحيح بس حسرة ووجع. الندم جميل أحياناً مثل ما الصبر جميل. ندم بيعلم بعد ما يعلم فينا، بهذب الروح بعد ما تروح منا أشياء منحبها أو أشخاص خذلونا فعلمونا. بيسألوني عشو بتندمي؟ جوابي ما بندم عشي، لأنه ما أنا عليه هو نتيجة أخطائي وذلاتي، نتيجة قرارات غلط أو خيارات غير صائبة، نتيجة خيبات وعثرات علمتني جوهر الحياة. حتى الأشخاص الغلط بحياتنا هن حكم. كل ندم هو تراجع إلى الخلف، هو غرق بماضي مضى، هو وجع بمفعول رجعي. بعمرك ما تندم على ما فعلت، بل اندم على ما لم تفعل، لأنك على الأقل بتكون حاولت. قولوا الله.